عبد الله طفل عراقي كان يحيا مع عائلته وأقرانه بسلام وهدوء وبقدرة بدنية سليمة، إلا أن القدر تربص به وتغيرت حياته بشكل كامل بعد أن سقطت قذيفة هاون قرب محل النجارة الذي يملكه والده، وأدت إلى كسر في الكتف والحوض وتشوه في ذراعه اليمنى، جعلته مراجعا دائما للمستشفيات التركية، مما أثر على صحته النفسية بعد أن ترك المدرسة 3 سنوات. 3/9/2005 كان الوضع الأمني مخربط، كانت الأمور غير شكل، يعني ماكو الوضع فد مرة متأزم، فحثت وقع صاروخ مقابيل المحل النجارة اللي احنا يعني عايد لنا. فأثناء الحادثة أصبحت بأنه ابني وأخويا مكانة استشهد الله يرحمه، أما ابني بقى علاج يريد، يعني أذهب أوديه على المستشفى وأرجع، تالي ماكو يعني تالي ماكو علاج في سامرة ولا بتكريت لا. فقالوا أكو مستشفى باسطنبول وديته عليها، فالحمد لله لقيت العلاج يم بمستشفى أوراسيا بزيتون برنو، هاي المستشفى موجودة، لقيت الدكتور الله يجازي بالخير دكتور قهرمان، هذا الدكتور قام خطيب بسعة ما جهد عظيم الطفل هذا، تلقى ابني استاذ تلقى ابني أموره تعبانة مثلا، يعني فز بالليل مثلا، قعدني بالثنتين بالليل، بابا ايدي توجعني، بابا كتفي يوجعني، بابا بالثنتين ونص بالليل بثلاثة، يعني هاي حالة صارت عند دوامة. وكما سمعنا من عبد الله فإنه يتذكر الحادثة التي أثرت سلبا على قدراته البدنية والنفسية، فقد كان يجمع المسامير في محل والده على أمل أن يحظى بحافظة يجمع فيها النقود، وحدث الذي حدث. بين أول أبويا قال لي روح للمسامير، وبعدين لما تفقطي وقال لي قال لي سوي قاصة، أسوي لك قاصة لعمك، بعدين سوالي قال لي روح جيب الماكينة مال القصة الخشب، وأول ما جبت لأبويا وقع صواريخك وما تدق علينا. وبعد أن أجرى أكثر من عملية جراحية تعرض عبد الله لضغوطات نفسية، منها النوم القليل المتذبذب والدوران والصداع المزمن والعصبية المفرطة، إضافة إلى تعطل اليد اليمنى واعتماده في الكتابة على اليد اليسرى. والله عبد الله من يعني من تعب بالذات الوقت، يعني قاعد صار في 2005 لحد الآن، يعني نومه كلش قليل ويفز، يعني كل مثلا يفز دائما، يعاني يروح يريد يطلع يلعب، يطردوا أصدقائي يقولوا له روح خاف تتأذى خاف تقع ونقتل بيه، وهو يعني راح 3 مراحل عليه، يعني المفروض هسه بالخامس وبالثالث، من يعني شنو هاي كلها أسباب، يعني لأن التهاب العلاج يروح ويجي تركيا نسوي العملية، ويعني نفسيته كلش تعبانة. وفي قراءة نفسية لأكاديمي مختص نرى أن تصرفات عبد الله أصبحت غير سوية بعد الخوف الذي مر به بسبب الحادث المشؤوم وفقدانه لجزء من ذراعه، حيث أصبح اتكاليا وانعزاليا. فيما يتصل هكذا حالة طبعا نتيجة أولا الخوف اللي مر به الطفل أثناء سقوط القذيفة، بعدين فقدان أكثر من عنصر من جسمه سبب لمشاكل بحيث وسائل الدفاعية اللي يحملها إنسان طبيعته انفقدت منه، أي خوف أو أي موقف جديد ممكن أن يواجهه لا يستطيع أن يصد نتيجة الخوف الزائد عن اللزوم. ضاف إلى ذلك
مثل هكذا حالة قد توصل بالإنسان إلى أنه يدخل في مرض نوع من أمراض الإعصاب، وهذه الأمراض الفتاكة تحتاج إلى وقت كبير جدا لمعالجتها. أولا أصبح الطفل تصرفات غير سوية، لا يستطيع الاقتران مع أقرانه لأنهم يفرقون، يمتلكون وسائل دفاع عن أنفسهم، يمتلكون كل أعضائهم الجسدية اللي من خلالها يقدرون يدافعون عن أنفسهم، من خلالها يقدرون يصطحبون الأقران، من خلالها يستمرون بالدراسة. هذا أثر على دراسته أولا، يصبح متأخر دراسيا. ليش؟ لأنه سلوك غير منضبط. الشيء الآخر، يصبح اتكالي أكثر من اللازم، وهذا الاتكالي يدعو إلى أن يكون انعزالي أيضا، اتكالي بأعماله لأنه عبائد الجسدية مفقودة أكثرها، فما يقدر أن يقوم بأبسط الواجبات اللي يقوم بها أي إنسان. إضافة إلى ذلك، ممكن هذا التأخر بالدراسة والتأخر مع الاقتران بالأقران، الانعزال داخل البيت، يسبب أنه تكون حالته النفسية دائما مكتئبة، دائما يشعر بالعزلة أو يشعر بالقلق، والقلق طبعا هو أشد أنواع الخوف، وبهذا ممكن أن يستمر مع الأمراض، اللهم إلا إذا زالت أسباب هذه الأمراض، وهي أنه ترجع أعضاء جسمه كما كانت عليه، وهذا يستحق أو يستوجب وقت طويل قد يستغرق سنين عديدة حتى يواكب أقرانه. إضافة إلى أنه قد يتأثر به أنه يتأخر الدراسة، يعني أصبح أقرانه سادس ابتدائي هو ثالث ابتدائي، هذا ممكن أنه ليوصلون لمرحلة الثالث ابتدائي تصرفاتهم وعاداتهم تختلف اختلاف جذري عنه، لأنه ما يستطيع أن يواكبهم، ما يستطيع أن يقترن وياهم، وهذا أيضا يسبب له أمراض نفسية أخرى وبغاية البعد عنها. ومن خلال ما لاحظناه في قصة عبد الله، فإن الأمراض النفسية التي تلازمه ستبقى ولا تزول إلا بزوال التشوهات البدنية التي تعرض لها ليعود إنسانا سويا كما كان.